بالفرائض والجزال قلت يا الهاجس تعال حطي عن خير الرجال من لهم أعلى مقام هات واكتب يا ذياب وامدح عالي الجناب طاب فيها الشعر طاب الكريم ابن الكرام بالفرائض والجزال قلت يا الهجس تعال حط عن خير الرجال من لهم أعلى مقال هات واكتب يا ذياب وامدح عالي الجناب صاب فيها الشعر طاب الكريم ابن الكرام راعي الطبع الفريد صاحب المجد الجليد ما يوفيها القصيد حقه كل الكلام بالفرائض والجزال قلت يا الهجس تعال له عيال كالصقور هبهم دايم بخور في عظيمة الأمور هم في الصف الأمام هذا هو عبد الرحمن له فلع اليم كان بطبع لكل آن يسلي بقلب لنا هذا عبد الله في جود يبهر من يجيه والكرم ميزة يديه من وصل لما يضار بالفرائض والجزال قلت يا الهجس نعال عمر له هبة وجاه وفي الوفا يبلغ مداه اسمه بكل اتجاه رمز طيب واحترام في مشار القافيات في مديحة خالدات نادر اخلاق وصفات هبها مغرب مثال يومهم علي نشان عائلة مجد وامان الروين في الزمان اسمهم اعظم وسام بالفرائض والجزال قلت يا الهجس تعال عن خير الرجال من لهم أعلى مقال بالفرائض والجزال قلت يا الهجس تعال حط عن خير الرجال من لهم أعلى مقال هات واكتب يا ذياب وامدح عالي الجناب طاب فيها الشعر طاب الكريم ابن الكرام راعي الطبع الفريد صاحب المجد الجليد ما يوفيها القصيد حقه كل الكلام بالفرائض والجزال قلت يا الهجس له عيال كالصقور هبهم دايم فخور في عظيمة الأمور هم في الصف الأمام هذا هو عبد الرحمن له فلع اليم كان بطبع لكل آن يسلي بقلب لنا هذا عبد الله في جود يبهر من يجيه والكرم ميزة يديه من وصل لما يضار بالفرائض والجزال جرت يا الهجس تعال عمر له هبة وجاه والوفا يبلغ مداه اسمه بكل اتجاه رمز طيب واحترام في مشار القافيات في مديحة خالدات نادر اخلاق وصفات هبها مغرب مثال يومهم علي نشان عائلة مجد وامان الروين بالزمان اسمهم اعظم وسام بالفرائض والجزال قلت يا الهجس تعال جوال 0501346866